أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار دروس المستوى الرابع ابتدائي لمادة الفرنسية نشوفوا درس من كتاب مون ليفر دو فرانسي للمستوى الرابع ابتدائي ونخدموا باج 15 صفحة 15. إذا أول حاجة بالنسبة لصفحة 15 يعني نجاوبوا على الأسئلة ديال لا ليكتور يعني ديال لا ليكتور ديال النص لي فيل امبيريال دو ماروك ديال اونيتي 1. اوكي اذا اول حاجه عندنا بالنسبه يعني القراءه يعني صفحه 14 راه ديجا خدمنا في الفيديو اللي قبل. اذا بالنسبه للقراءه القبليه قبل ما نقرا النص وجاوبنا على جوبسيرف اي جو ديكوفر. دابا نحاولوا نقراو اول حاجه النص نشرحوه من بعد نجاوبوا على الاسئله. Différentes dynasties se sont succédées au Maroc. Chacune d'elles a pris une grande ville comme capitale. Ainsi, Fès était la capitale des Idrissides et Marrakech, celle des Almoravides. Les Almoravides ont pris Rabat comme capitale. Quant au roi Alaouit Moulay Ismaïl, il a choisi Meknès. Ces quatre villes, appelées impériales, portent la marque de leur fondateur. Elles sont très riches au point de vue architectural. Et dans ces quatre villes appelées impériales, portent la marque de leur fondateur. Elles sont très riches au point de vue architectural. Très bien, je vous remercie. Il y a différentes dynasties. Quelle est la dynastie qui est sous la lettre Hakima? يعني تولوا بزاف سلالات الحاكمه على المغرب. كل واحد خدا واحد المدينه كعاصمه كابيتال هي عاصمه. فاس كانت عاصمه الادارسه. مراكش كانت عاصمه المرابطين المغافيت هما المرابطين. والموحدين خداو لي زالومايد خداو الرباط كعاصمه. بالنسبه الملك يعني ديال العلوين مولاي اسماعيل خدم كناس كعاصمه. اذا بالنسبه لهاد سي كاتر فيل هاد ربعه المدن كانوا كيتسموا امبراطوريات. كانوا كيحملوا لا مارك يعني الماركه ديال المؤسسين ديالها. كانوا غنيين ب يعني يعني هذيك البنايات الفخمه ديالها يعني لارشيتكتور. تري بيان دابا عرفنا النص علاش كيهضر نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديال لا ليكتور. اذا جو لي جو كومبران ديجا قرينا وفهمنا. دابا جو لي سيلونسيوزمون وغنجاوبوا على الاسئله. دو كيل في بارل لو تيكست. اذا لو تيكست بارل اوكي دي الفيل راه كاين اوكي كاينين اربعه. اذا غنحاولوا نجاوبوا اوكي. اذا لو تيكست الوغ هنايا السؤال الاول لو تيكست بارل. لو تيكست بارل اوكي ونكتبوا دي فيل المدن اللي كاينين. الوغ كاين اربعه مكناس اوكي مكناس فاس اوكي مراكش مراكش وغابة. اوكي هادو المدن اللي كيهضر عليهم النص يعني مكناس رجعنا النص اوكي كيهضر على مكناس فاس اوكي وكيهضر على غابة. اذا غنشوفوا السؤال الموالي. Dans le nom de la dynastie dont la capitale était Fès, Rabat, Marrakech. Idan, on va essayer de la dynastie Soulala al-Hakima. Idan, on va écrire une question, on va suivre. Le nom de la dynastie hiya qulna Soulala al-Hakima de la dynastie. OK. De dans la capitale OK le nom de la dynastie dans la capitale OK رجعوا ستار بالنسبه غنعملوا فاس OK وغنعملوا غابة على حسب شنو عطينا عطاونا ثلاثه غابة وغنشوفوا مراكش. اذا نرجعوا النص ونجاوبوا على ونشوفوا السلاله الحاكمه بالنسبه لكل اوكي يعني عاصمه كابيتال هي عاصمه. اذا بالنسبه غنشوفوا بالنسبه لفاس شنو قلنا فاس ايتي لا كابيتال دي زيدريسيد. اذا غنكتبوا هنا الادارسه. اذا زي دي ادريسيد اوكي غنشوف الرباط غابة كانت كابيتال دو كوا فاس. هنا الموحدين يعني الموايد اون بري غابة كوم كابيتال. اذا غنكتبوها لي زا اوكي لي زا المو
لي زالمويد، اوكي. ومراكش كانت عاصمة ديالاش، كانت عاصمة المرابطين يعني المغافيت. اذا غنكتبوها حتى هي مراكش، كلشي كاين في النص، المغافيد اللي هما المرابطين. تري بيان، اذا جاوبنا على السؤال. نمشيو السؤال الموالي. تري بيان، اذا غنمشيو السؤال الموالي. قلنا كيل ايتي لا كابيتال دو لا ديناستي علويت سو لو غين دو مولاي اسماعيل. قالك شنو هي عاصمه ديال يعني ديال العلويين اللي كانت تحت حكم مولاي اسماعيل؟ هي مكناس، اوكي. اذا غنجاوبو لا كابيتال، عقلوا عليا، العاصمه دابا عاصمه المغرب هي الرباط. لا كابيتال دو لا ديناستي، هي السلاله الحاكمه de la dynastie, ok, de quoi, de la dynastie, ok, alawite, هما العلويين، alawite, ok. اذا بالنسبه هنا كان عندهم اختخذوا عاصمه، هنايا هي كوا، هي يعني كانت مكناس. قديم كانت العاصمه ديال العلويين هي مكناس، اي لا كابيتال اي مكناس. اذا غنكتبوا هنا مكناس، ورجعوا النص ونشوفوها باش نتاكدوا، غير باش تعرفوها فين كاينه في النص. اذا كو الاويت مولاي اسماعيل الى شوازي مكناس، اذا كتبنا اوكي مكناس، اوكي. هنا بلا ما نعملوا اكسون مكناس، وهنا اكسون غراف مكناس. تري بيان، اذا غنمشيو نكملوا بالنسبه السؤال الموالي. اذا السؤال الموالي شنو كيقول؟ كومو ابيل تون سي فيل. رجعوا للنص ونشوفوا اشنو كيتسماو هاد المدن. قال لك هاد المدن اربعه شنو كيتسماو؟ سي فيل ابلي امبريال، علاش هما الامبراطوريات؟ يعني كانوا هما عاصمه ديال كل، يعني مثلا فاس كانت عاصمه ديال، مثلا با اكزومبل كانت عاصمه ديال ادارسه، يعني هادوك السلالات الحاكمه اللي تولوا على حكم المغرب. اذا كيتسماو دي فيل امبريال. اذا سي فيل، اوكي، نكتبوا alors سيفيل هما المدن. ابلي ها هو الجواب، كاين في النص. اذا سيفيل ابلي، غير باش تعرفوا ابلي، اوكي، ابلي دي فيل، مدن امبراطوريه دي فيل، والنص كيهضر على هادشي دي فيل امبيريال. امبيريال هي امبراطوريه، اوكي، امبيريال. امبيريال، تري بيان. اذا شفنا وجاوبنا هنايا بالنسبه سو سون دي فيل كيتسموا دي فيل امبيريال، اوكي، دي فيل امبيريال، امبراطوريات. اذا نحاولوا نكملوا هنايا بالنسبه للاسئله ليكسيك. ليكسيك ديجا شرحت لكم هاد المصطلحات، اوكي. ديناستي سويت دي روا دون ميم فامي، اذا هي يعني التوالي ديال الملوك نفس العائله. كابيتال رباط الى كابيتال دو ماروك، باريس الى كابيتال دو لا فرانس. اذا شنو يعني كابيتال؟ هي العاصمه. سوكسيدي فينير ابري رامبلاسي، متتالي يعني اللي كيجي من ورا. سوكسيدي يعني التتابع او التوالي. عندنا فونداتور، سلوي كي فوندي كي كونستروي. فونداتور هو المؤسس. اركيتكتور ار افيك لوكيل لي مونيمون سون كونستروي، يعني فن ديال البنايه يعني الهندسه، اوكي. امبيريال رولاتيف ا لامبير دو روا، يعني امبراطوريه شي حاجه، يعني امبراطوريه، اوكي. بالنسبه لهنا جو مونطرينا بيان لير، ديجا راه قرينا النص، وحاولوا تقراو تنتوما النص قراءه جيده. اذا بالنسبه قال لك جو لي لي فرا سويفونت لو بلو فيت بوسيبل، يعني تقراها بسرعه. هنا لي زيدغيسيد اون شوازي فاس كوم كابيتال، لي زالموغافيد اون شوازي مراكش كوم كابيتال، لي زالموايد اون شوازي رابا كوم كابيتال، لو روا علويت مولا اسماعيل ا شوازي مكناس كوم كابيتال. تري بيان، دابا جو لي اي جيكري. اذا نقراو النص ونحاولوا نعمروا هاد الفراغات. جو لي لو تيكست سيلونسيوزمون بوي جو كومبليت لي فراز سويفونت. فاس اي كابيتال دو كوا؟ اذا بالنسبه رجعنا النص، اشنو قلنا؟ فاس اي كابيتال دي زيدريسيد. اذا غنكتبوا هنايا دي زيدريسيد، هما الادارسه، هما الادارسه، هادشي غتقراو في التاريخ. مراكش الى كابيتال كان ديالاش؟ مراكش كانت كابيتال دي المغافيد اللي هما المرابطين. اذا غنكتبوا هنايا دي زل مو مغافيد اللي هما المرابطين. اذا نعملوا هنا ماجيسكول حيت هما سلالات حاكمه. غابا الى كابيتال، رجعوا. اذا
غابة الكابيتال دو كوا دي الموايد. اوكي اذا غنكتبوها. اذا لي ديزا ديزال مو. اذا بالنسبه ديزال موايد هما شكون هما؟ هما الموحدين. ديزال موايد اذا ها هي كتبوها من النص باش كتبوها مزيان. ها هي ديزال موايد تري بيان. وعندنا مكناس اي كابيتال كانت ديالاش؟ كانت ديال العلويين ديزالويت. اوكي ال هنايا بالنسبه العلويين. اوكي ديال العلويين تري بيان. إذن جاوبنا على السؤال عن شي أبخي لا ليكتور. أشنو قالوا لنا؟ جولي لو تيكست نقرأ النص أوت فوا بصوت مرتفع بوغ موا ميم، يعني قرأ بوحدي باش ندرب عليها، من بعد نقرأ قدام أصدقاء ديالي قدام الوالدين ديالي. هنا قال لك جو غولي باغ أون فلاش، خاصكم تدربوا على لا ليكتور. أوكي على القراءة ديال النص. إذا عندنا غابة فاس مكناس مراكش. اذا نحاولوا نربطوا كل عاصمه بمؤسسين ديالها او شكون يعني فونداتور مؤسس ديالها. اذا شنو قلنا بالنسبه ديجا راه هو هنايا مكناس. اوكي بالنسبه لمكناس العلويين هما اللي تاخذوا عاصمه، مراكش المغافيد هما اللي تاخذوها عاصمه، فاس شكون اللي تاخذ عاصمه؟ هما الادارسه لي زيدغيسيد. وبالنسبه للرباط شكون اللي تاخذها؟ اذا عاصمه هما الموايد اللي هما الموحدين. وكل شيء عندكم بالنسبه كل شيء في النص. اوكي ليزال اون بري غابا. اذا غابا هي ديال الموايد يعني الموحدين. تري بيان. واخر حاجه جو شيرش لي فوتو اي دي دوكيمون كونسيرنون لي فيل امبيريال بور انريشير مون بروجي دو كلاس. هذا مشروع القسم كتهضروا فيه على هاد المدن بربعه، كتعملوا تصاور وكتبحثوا عليهم يعني على التاريخ ديالهم. نتمنى نكون فتكم. سالينا صفحه 15 صفحه 15 سالينها. نتمنى نكون فتكم. شكرا والى اللقاء.